لك يا كايم وتشان ملاك الخبز سوى بمصارف لا عجز ياخذوا للخارج يجز شو تقول على هاي ملح وكل ملح وكل بس لا تظن الثرثر هواية لا يا شعب بعنا النفط ونظل نبيع حلو الحياة ونسى وسفر فلوس وورق بورو طواو الجو حلو وكلش بديع ضيع انت ضيع عذروني ما عندي وقت اضيع بهالبلد احنا وقعنا بهالكنز من عوفة للابد الوضع خرافي هو الطر مطافي يا قلب دكافي بعد ما حد يفيدك حتى اللي عيني يريد عطى مني القهر فقرني ويصيح لي أريده هشكشكة شكشكة كل التعب راح بعد جقاير بترفك بالي ما مرتاح هواني أصلا أي ست يتحسن الحال جيراني عاشر نوطفر من الفراشان شرعان السنون والوضع تنق علي وبعد ما في مجال شو بتريد بطاقة شو بتريد بطاقة الدفع ما في تأخير والقبض بس يمي يصير ما يدفع عن زعقاطة ويبقى بطارق شحاطة رايد ولا أوطاعة واعلنها بالسماعة والما يصير ويايا وانزل عليه شخص ثاني كلكم ورا لساني ومفصل الريموت وراهم علياني العشق مالي العشق مالي الكرسي العشق مالي عشق مالي العشق مالي الكرسي العشق مالي العشق مالي صخر وياي يا همي شي وخر محسود ويا هو اللي يجيب اخره هذا الوطن يراد شوي حار نوقف نرد نطيح ونوقف وتالي وذاك اللي نريد يطيح علج معالي هي ما عرفه هذا الجرايح جبت صبح 112 اي بعد لا تموت امين اجيب لك تابوت هسه ها لك حتى 71 لك بابا احنا جيل الطيبين خو مو مثلكم جيل البوبجي ماما غطيني ماما غطيني اعطيني الدمبلاص انطيني شطيك انطيني الدمبلاص شو اسمه الدمبلاص صارت عركه بحلقك انا بقول دمبلاص لا هو غلاص ولا هو دمبله اسمه دمبلاص هو سدم بلاص نص قلاص المهم انطينيه شو تسوي فيه؟ اريد اقوي العضله بابا جواتك بفتح الرابعه شنو؟ شابعين بخور دروح روح خلاص انا اقوى منك واقوى من ابوك اسكت يا معاود اسكت جاي صنف هلا اجت الغزال
الغزال الشارد باوع باوع سعيد، دير بالك تحارش بي، هاي موظفة ويانا محترمة، إذا اشتكت عليك أنت وأبوك ذبك بالسجن، تهمت لصير هلقي لصير هلقي. اشتعلم العفو خالي خالي اشتعلم. معقولة؟ معقولة بعدكم بالجيم؟ مو الاجتماع بدأ والسيد الوكيل وصل. الوكيل وصل؟ ايه ايه الحمد لله، راح نستلم الحصة كاملة دهن وزيت وشكر. أرجوك أستاذ ضبع. ضبع شنو؟ ضبع دين تاغر. راح أضبعك على وجهك بابا، أنا اسمي سبع. أرجوك الموضوع جدي. جدك هم جاي شنو ماخذية مصاطحة؟ صدق كذي؟ يا جماعة البلد محتاج تكاتف وعمل، يلا بسرعة بدلوا ملابسكم وللاجتماع، ما أريد تأخير. كلها خمس دقائق وجايين. تمام. حاضر يا حلو بلا زحمة. ممكن فلو على السناب مالتي؟ شو؟ لا انستغرام. شو راح يجيك فلو على وجهك؟ يلا لك صار يا حلو يلا. ايش تعلو لك الا على نفس الاصبع؟ اسف عليك. يلا خلي العبتوكي تبي. شكرا. هذا هلال اسمه هو هم هلال. اشكرك. اخواني احنا ما نريد حكي، لان هسه زمن الافعال مو زمن الاقوال. اخو انتهاء. اخي استريح استريح ارجوك. اخوان اللي يريد يدعمنا يدعمنا من خلال العمل. تريدون تفيدون المجتمع فيدوه من خلال العمل. البلد ديمر بمفصل خطير، ومن اليوم راح يبدا التغيير. اخو تهاب ارجوك اخي، احنا ايش قلنا؟ بلا هتافات واهازيج، لا اهفك بزيج. اسف اسف لهذه المفرده، اسف اخوان. اليوم يوم عمل وحسبوها علي، منا سنتين الاستيراد صفر، من الأوبرا للصاروخ صنع هنا. وها خوتها. آسف أستميحكم عذرا، أحيانا الوطنية تأخذنا للهتافات. المهم أنا مثل ما قلت لكم إحنا رجال أفعال، وهسا تشوفون. شكرا شكرا. إحنا جينا من أجل خدمتكم ولازم نبني. كنت شلون تفان؟ أنا مو خالك؟ لا خالك فيك، فانزاتي. لا شنو ها قرايب عماتي؟ العفو سيادتكم، الأستاذ سعيد أعد خطة للتغيير وراح يشرحها للجميع وأمام الرأي العام. تفضل أستاذ سعيد. بخير. مرحبا هلال. لك هلال شنو؟ ماني أبوك. ما أدري نسيت، ومش تصيح لك بالبيت؟ لول. أي أنا بس أريد الموضوع جدي. خالي شغل السويتش مهم. شغل فضحتنا قدام العالم. شغل الجهاز، خل اشرح الخطه للعالم. اشرح الخطه على اساس هو غوارديولا. شغل خاله شغل. شايفين هاي الافه؟ ابوه. ابوي. شايفين هاي الافه؟ هاي الافه تنخر بجسد المجتمع. صح، تنخر نخر جسد المجتمع. نعم. خطتنا ان شنو؟ بعد ماكو ارقيله. صح. بعد ماكو شباب يقعد بالليل، وحده بالليل بالثنتين. صح. قاعد خالي فحمايتين ونرقيله هيك دوته وفاتح لايف، ها، ولابس فانيله تعلقه ومزرفه من الجقاير، ويقول يسوي شير ولايك ويا الخوه النظيفه. هذا الموضوع بعد ماكو. شغل شغل شغل. احنا نريد نقول لكم كافي ضحك كافي رقص، تعبنا نريد نبدا البلد. شغل خالو شغل. اخوان هي هاي خطتنا، هي هاي الخطوة الاولى، استثمار المياه وتقديم المنفعة العامة للمجتمع. نعم، من هنا
راح ننطلق. ولهذا أنا قلت لكم التغيير قادم قادم قادم. تصريح تصريح. شكرا. التغيير قادم تصريح. عافية أبويا. عافية. هلا. أنا يوم السبت مسافر لأوروبا. أنا وياك غير؟ وياي شنو؟ أنا رايح بعمل من أجل البلد. أنا راح أغير مصير أمه. أم منو؟ أم هذا الواقف. أنت ليش واقف؟ استريح 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 استريح. لا 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 هناك هناك هناك. إي إي إلزق 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 إلزق. قم قم يلا برا. أنا راح أروح أنا وابن السعيد على مود خطة التغيير، افتهمتي؟ بس شبيك شاكو؟ فين هذا العصير؟ أستاذ ليمون ونعناع. والله ذبحتونا بالليمون ونعناع، كل شيء ليمون ونعناع، بيبسي بالليمون، سفن بالليمون، مرقة بالليمون. أقول لك أنت شو اسمك؟ اسمي يامن. يامن يامن يعز علينا أن نفارقه. روح 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 لأن خالي هسه بدأ بالبسته الجمعة. يلا يخلص تعال روح لهبة قول أستاذ سعيد يريدك. أستاذ هبة عدها غير طاولة. شو أنت وضعك ما عاجبني؟ انت بابا خريج ايش؟ انا خريج هندسه. لا شبيك خال شبيك؟ خاف علي ده تنكسر. لا خال لا. شكو سمعت سمعت خريج ايش؟ خريج هندسه. ما يصير نوبه. شنو اجيب لنا عصير؟ لا ما اقبل. ما يصير هيجي. اقول لك انت ليش تزحم الناس باختصاصها؟ ها هنا عندنا كل واحد واختصاصه. المهندس مهندس، العامل عامل. افتهمت له؟ لا يلا روح. اقول لك يعني انت قدرتك على الناس الفقراء؟ هو لو لاقيت عين يجي هنا يبيع شربات على كيفك. بي خالي شو قلب عليه اليوم؟ طبعا اقلب عليك. طبعا انت ما تستاهل ولا انت ولا ابوك. يا جماعه تقبلون مسوي افاد هو وابوه على شنو؟ دي يخدمون البلد. هم راح يكون لا خليني ساكن. اقعد 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 اقعد. فشلتنا. سوري 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 خالي فشلتنا. شنو السالفه؟ انت مدير مكتب بعدين احنا رايحين افاد على مود ندرس الاختصاص. اي على مود نفيد البلد. نفيد البلد؟ لك لا تخليني اسبك واسب سب سب. بهاي شاطرين يسجلون فيديوهات وتفضحون العالم. لك هاي الكلاوات مشي على الناس الفقره مو علي. افتهمت؟ اسمع غثيتني روح دزلي على غدا. ها تريد غدا؟ اي تدلل خالي. تاكل تشيكن؟ والله بيك تشيكن هيك واخلص منه. اسمع هلال تطلع منا قبل الوزاره تخلي اسم اخويا سبع وياكم بالسفره، والا وروح ابويا تعرف غزاله شو تسوي. وش تسوي؟ قبل لا تسوي فهميني، هو القصة سبع شو الفهمة بالتغيير؟ على اساس انت وابنك علماء؟ هو لو ما ابن عمي انت توصل هذا المكان؟ هلال احنا ولد القرية. اخي اخي متزوج بقالاني. هلال صار صار بس شكتي 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 دوختيني. شلون العصير استاذ؟ اي جنن اموت على عصير التفاح. بس هذا مو تفاح، هذا ليمون ونعناع. اي اموت على عصير ليمون ونعناع. يابا شنو الغزل؟ شنو الحكي هذا؟ شنو قاعد قدامك سطل لو مزهريه؟ بالعفو ست هبه اقدر اشوفك اليوم؟ نعم قصدي اقدر اجي بالليل واشرب نفس هذا العصير لان صار عندي ادمان مال العصير.
تقدر تجي تدلل الاستاذ، انا اليوم خفر. خفر على اساس تشتغل بالكهرباء؟ تضج من عدل، ابغى لك كنا سيركت. خلي عيب قاعد نحكي ولا وادي. شوف كنا شمعه مايعه. ست هبه، اليوم سمعت عيد ميلادك، فتحت الصفحه مال فيس مالتي، الكيكه جت بوشي من اللايكات، ظليت اكل بس الكريم. اقدر اقدم لك هديه بمناسبه عيد ميلادك؟ لا استاذ لا. ليش؟ اعتبريها من صديق، من اخ، من حبيب. اقبلها لسبب واحد. شنو؟ لانك انت زبون غالي وعزيز علينا. تدلل. والزبون دوما على حق. ثانك يو. عفيف مهند التركي كلش حلو، ناقصك كمان وسكسفون وعلى البحر وياك عصير وشلمون. عمي قد راحة قد راحة. تلمض عندك مغص خالي. شوف هاي القطعة البراك الخضرة، قطعة الركن اللي بصفها. شنو قطعة انت تحكي دلال؟ ها هاي شبيه تضحك لي خالد، تقدر ترقم لي اياها؟ اقول لك انا عندي 42 صح، وضيق عليك بس من ماشي يفتح. لا قشمر انت ايش ماخذ فكره عني؟ انت وابوك شنو، انا خادم عندكم؟ وخاله هم رجعنا على شغله تليفات، ولا يهمك هسه راح اشوف ابويا واخليه يرتب لك شغله تليفات. يا باخ لك لو ما نمر ابن عمي ابوك يصير شيء؟ خالي اذا انت اسمك سبع وابن عمك نمر وامه اسمها غزاله، هاي الواحد ما يجيكم ما يدق الباب، يظل يعود. على اساس شلونكم هسه انتو؟ انت سعيد وابوك هلال العيد وخالتك فريحه، هل يجيكم خطار ما يدق الباب؟ ها يطق بهالهوله. تفضلوا عيني. الله يا خالي بس اليوم مبين عليك كابه فول. كابه فول بسيطه، دخل لك خابر غزاله واقولها عليك انت وسوالفك انت وابوك وبسيطه. ما تحب شقه؟ شنو السالفه؟ الو الو غزاله تسمعيني؟ هاي قطع هسه. اي لا اسمعك، اقول لك هذا رجلك وابنه راح يدوخوني يتعبوني. ها صدق قلتي له؟ بارك الله بيك، عافيه عليك والله بطله، مع السلامه. هلا استاذ ظبي. خوتي جبتيها الدفع، مره ظبي مره واوي مره عقرب، يا بسم سبع. وش دعوه عليك عصبي؟ جاي يا عصبي دمشي خليني اروح. هي تفضل يا برد اروح. يفوت شلبتي هنا هذا شبيه. هبه بهاي المناسبة أقدر أقدم لك هاي الرقصة؟ برافو سعيد. البطل موقع. شبيك؟ ما أعرف. ها؟ ما أعرف. أني هم ما أعرفك. شكولات شكولات شفتي؟ قالت شكولات شكولات. الحمد لله وشكر، يعني ما تعرفني. ها لو تعرفني أنا ابن هلال عيد كان ما حشتوي هذا الحكي. وشوفي أنا دوما على حق. شلون؟ أنا أقول لك أنا دوما أنا صادق. هاي شنو؟ محبسي نسيته بالمغسلة. بس هذا المحبس نسائي. مرات انا استخدم نسائي. شنو؟ يعني هو محبسي محبسك محبسك محبسي. بس ولا كلمه اسمع منك، انت واحد كذاب. ارجوك. هزل. بها. هاي امه. ما ارجع. اقول ايش خسراني 2-0. ما ارجع البيت اذا ما طلع حلي. اقول لك خالو
امه قالت لي انت ويانا بالوفد شنو واجبي؟ اجيب صامون لبن لو اشيل جنط يفهمني؟ شوف هاي الواسطات، هاي الواسطات بالافادات يروحون كل شيء ما يعرفون، ماكو كلها واسطات، والفلوس خوب بالليل، خوب بالليل خابرني الجو يشتعل عندهم. خالي احنا ماخذيك خبير مائي. خبير مائي؟ اي يعني شو اسوي؟ اذب شوص واراقب الكوسج واشوف الدولفين شلون يسلم علي؟ يفهمني؟ خالي ضحكت لي، خالي انت خبير مائي، يعني خبير بالثروه الحيوانيه. لا شوف انا صار لي عايش وياكم 25 سنه، فاكيد اعرف الحيوانات. خالة لا تأشر، ها اشتغلت الراجمة؟ خالة تراني خالة كان بعد ما قايل كل شيء. زين أسألك سؤال. قول. السمك حيوان لو مو حيوان؟ حيوان. صحيح. بعد شكله. حلو. كلب البحر. وراح يجيكم فلطح شلون؟ يمناوي. آسف أنا أشرد عليك. شلون تأشرد مو أنا خالك؟ آسف خالي كلب البحر. هذا ليش؟ أعرفه قبالي. ها خالي. مرة تجي لونين. أسود كذاب ومرات تجي رصاصي أبقى أصفر. لا تشاهد حالي ترى أنا كلب البحر هزأ. آه كلب البحر. الأسود كذابي. حيوان لو ما حيوان؟ حيوان. زين أنا مدخلتني سالفة. ليش عنده ثلاث شوارب منا وثلاث شوارب منا؟ يجوز عندهم يعني وراثة؟ لا ذاك اليوم ضربت دولفين وبالقوة تلاحقنا له. شلون؟ زرعنا له ثلاث شوارب منا وثلاث شوارب منا. يلا رجعنا. اقول له خالي عيوني ابويا وين؟ ابوك من الداخليه تعرف اللي ياخذ موافقه يلا يطلع. وشتي شنو؟ متعبين؟ سطرتيني سطر؟ قال نمر وحجة سبع، أنا وين عايش بغابة؟ إي مو بعدين تقول صار عندي شغل بغير دولة وعفتهم، رجلك على رجل ابنك ونسيبك وين ما تروح؟ روح توكل توصلهم بالسلامة. أقول تغيير مصير أمه تقولي رجلك على رجلهم. هو أنتوا سويتوا بالأمة؟ روح الله وياك ودير بالك على الأمة. يا معودين يا معودين راح لوحديكم يا بعيد على كيفكم بابا على كيفكم رحمة على ابوك انا من اول واحد جاي من الصبح جاي اول واحد من الصبح شنو سر ما صمون شكوش عندك تعال اعطيني معامله معامله مال اخوك بسيطه بسيطه بس ترى خلي يعني خلي يدير بالي علي لا سهله 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 باعش رايد رحمة على ابوك انت مو راح تسافر اي راح اسافر اي اريد لي شاحنه من الموبايل اصليه شلون عيني شاحنه مال الموبايل إيه؟ كفر ما تريد كفر لهالوجه بابا راح اسوي بابا انا رايح اخطط احنا رايحين نسافر على مود نخطط من اجل اولادكم ومستقبلهم ايش فيك انت سبع يعني سويت علي طويله وانا ايش قلت لك رايح شاحنه عوفوا عوفوا الموبايل وجهك كنا هذا البوبجي اهلا لا تحكي نعرف اعرف ها على مود هوبي اطمئني انا راح انقله من ترافيك مال منصور لترافيك مال كراده اشكرك شكرا 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 على هذا الدعاء ادري تدعي لي لو تدعي علي كلش ما افتهمت حجي 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 رحمه الوالدك اعرف مال تقاعد انتوا ايش مصورين اخوان اني مو وزاره الماليه بابا انا ايش علي اني مخطط راح نخطط للبلد اخطط انا مخطط شوف المفروض لازم مخطط بس بعدني ما مخطط ايش رايك حجي شو بسيطه ما تقاعد هاي تدلل تدلل رقم موبايلك موجود مو اوكي نبدا بعصام تحكي مو شلعت قلبي لا تحكي اي حكي لا احد يحكي ها اجازه مال امومه ادري كم مره ماخذ امومه ايش وقت تداومي ما تقولي لي ماشي ماشي خذ راحتك رنين ايش عندك رنين رنين بنت ابو حنين اي بابا صدق كذي تريدين متميزات وانت درجات الخمسينات مو مشكله راح اجيب لك استثناء بس خلي الوالد يدير باله علي يلا ماشي انطيني ايش رايد شو تريد انت ها ضابط ماشي ماشي ان شاء الله عندي عرف عندي عرف خذ راحتك لا تعبوني انت ايش رايد اعاده تعيين ادري الوالد صار له 40 سنه ايش يريد يبات يكرك بالوزاره مو مشكله سلم لي عليه صدق كذب ولا يشبعون والله العظيم ما يشبعون شو اصير انا شو اصير اذا عندكم ايش طلبات احتجوا قولوا كلمه حق اطلعوا مو قاضيها بوستات وعلى الفيس نحكي اريد تعيينات زيد الرواتب قاضيها على الفيسبوك وشوفوني دا اتغدى فلان مطعم دا اتغدى فلان مطعم قاضيها بس كشخات
سلامتكم استاذ سعيد. اشكرك والله يسلمك. بوياي اموت على الجمال الاوروبي. الحمد لله على سلامتك استاذ. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. عفوا انت وفد من الوفود الجايين من العراق؟ لا 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 انا مقيم هنا، بس شنو شفت الوفد بان هذا وفد بلدي وجيت اساعدهم لان اموت على بلدي. يابا اموت. شنو فيلمك؟ ما تقول لي اريد وطن. وطن يابا جبتها بكشي منا لحد السياره. ما تقول لي شو تريد؟ شو رايك؟ اريد وطن. اليوم سبت معنا، تعال الباشر. شنو يابا تعبانين ضروح؟ شلبت ما تشلبت خالد؟ شنو فيلم هذا؟ انا اقول لك شنو فيلم. ذول جماعه الخارج اللي طلعوا وظلوا بس يبكون، ومن رجعوا وظلوا يضحكون علينا واحنا قمنا نبكي. الظاهر الضحك والبكي مثل دوره الحياه. طيب كلنا نقول العاده. شنو خالد؟ صار كل السياسة وكذا ووكي. ما شاء الله خالي طبعا ست أسي. أهلا وسهلا أستاذ سبع. سبع؟ تقولي سبع؟ شون عرفتيني؟ الأخ قال لي على اسمك. ها عبالي من الفروة. بس هذا شخص منه ما أعرفه. أوه هذا القضاء هبكي علينا. هاي الجنطة مال الأستاذ هلال، والأستاذ هلال جاي إن شاء الله بالطريق. خطية كلش تعبان من السفر خطية. عفواً أستاذ أنت منو؟ أنا اسمي جميل ومقيم هنا. إيه عرفت، بس أنت شغلك شنو؟ هاي سالفة طويلة، وإن شاء الله من توصلوا للسكن أسولف لكم إياها. ينطونك يا كايم وشان مالاك الخبز سوى بمصار ابن عجز ياخذوا للخارج يدز. شتقول على هاي؟ ملح وكل ملح وكل، بس لا تظل الثرثر هواية. لا يا شعب بعنا النفط ونظل نبيع حلو الحياة ونسو سفر فلوس وورق بأوروبا. واو الجو حلو وكلش بديع، ضيع انت ضيع. عذروني ما عندي وقت اضيع بهالبلد، احنا وقعنا بهالكنز من عوفة للأبد. الوضع خرافي ووطر مطافي، يا قلب دكافي بعد ما حد يفيدك. حتى اللي عيني يريد عطى مني، القهر فقرني ويصيح لي أريده. هشكشكة شكشكة كل التعب راح، بعد جقاير بترفك بالي ما مرتاح. هواني أصلا أي ست يتحسن الحال، جيراني عاشرني وطفر من الفراشان. لا مال لا وشرع عن السنون، والوضع يطلق علي وبعد ما في مجال. شو بتريد بالطاقة؟ شو بتريد بالطاقة؟ الدفع ما في تأخير والقبض بس يمي يصير. ما يدفع عن زعقاطة ويبقى بطارق شحاطة. رايد ولا أوطاعة واعلنها بالسماعة، والما يصير ويايا وانزل عليه فرقاعة. شخص ثاني كلكم ورا لساني، ومفصل الريموت وراهم علياني. العشق مالي العشق مالي، الكرسي العشق مالي. عشق مالي العشق مالي، الكرسي العشق مالي. العشق مالي. قال
قلب صخر وياي يا همي شي وخر محسود وياهو اللي يجيب اخره هذا الوطن يراد شوي حار نوقف نرد نطيح ونوقف فوتال وذاك نريد يطيح عنا جمعان هي ما عرفه هذا الجهه يحجب